كل الحكي اللي انحكى كان صحيح. ايه ابني غلط، انا بعترف بهالشي، بس اذا في حدا بده ينلام على هاي القصة فهو انا اكيد. شو عم يخبس ويحكي؟ بصراحة كنت مفكر إنه إذا سكرت على الموضوع أكيد بينتسى وما رح يرجع ينفتح أبداً، بس كنت غلطان. اكتشفت إنه ما في شي بيتخبى وإنه أنا كان لازم أتصرف بطريقة تانية تماماً. وما سكر على الموضوع ووقف جنب ابني، لأنه لو شو ما كان بيضل هذا ابني وما لازم ينترك لحاله. برأيي ما لازم الابن أصلاً يضطر يتحمل الغلط، الغلط يلي عمله أبوه بحياته. يمكن أنا كنت مقصر بشي مع ابني ولهيك وصل لهي المرحلة وما قدر إنه يميز بين الصح من الغلط. أنا بندم على اللحظات اللي بعد فيها عنه، وبتمنى لو أقدر رجع الوقت اللي مضى وعوضه عن كل اللي صار. أنا بس حابب أقول له لابني شغلة واحدة صغيرة كتير، وبتمنى أنه يسمع. ابني سامحني أرجوك، سامحني لأني ما كنت جنبك. أنا ندمان. أنت روحي وقطع من قلبي كمان.